نتمنى الكرة الثابتة تفتح مشاهية كريم. في البنين سجل سليمان من رأسية بعد طول انتظار. تنفذ هذه المخالفة. يو يو يو. الهدف الأول للمنتخب الجزائري من كاتيورا. أرسل قذيفة صعب صعب جدا إيقافها. هدف في منتهى الجمال وكأنك كنت تشم رائحة هذا الهدف يونس. هدف من أروع ما يكون من عدلان كديورا. هذه الكرة الثابتة شفناها في المباراة الأخيرة ضد روندا وسجلنا بها هذا الهدف الثاني، وخاصة نحسوا باللي الكرات الثابتة هذه معمولة في التدريب. يلا نستمتع بها مرة أخرى. يا صامي تسديدة قوية قوية جدا، منفذة كما ينبغي. ثلاثية بين الأحسن ومجد كوكرا الخاتم.